السلام عليكم. خلينا نشوف بشكل سريع تريلر سيجا. من سيجا. نعم، تعال شوف اللعبة ونشوف شو عاملين لنا سيجا اليوم. ترانسفورمد حتى، خلينا نقول هاي اللعبة. طبعا للي بيعرف سونيك، سونيك شخصية شهيرة جدا بعالم سيجا. نعم، يعني كثير ناس بيعرفوا هاللعبة. طبعا مثل ما عم تشوفوا، انا اول مرة فوت على اللعبة فت عليها بس لشوف الازرار والاشياء. طبعا سكس اف واحد فرجيك اللايسنس انه انت لسه الكاركتر بالجيلاتينة فعليا، يعني ما لي عامل شيء غير انه لعبان لمدة خمس ما اعرف ثواني او دقائق، بس انا طلقت فعليا، طلقت بالسياره. بقى هي الاكونت تبعي 1 جن جن 1 مثل اسم القناه واليوتيوب والتويتر وكل شيء. ما اللعب عامل لعبه غير خمس دقائق، لا تحكموا علي من اللعب. شايفين قدامكم تايم بليد مثل ما شايفين. طبعا في باللعبه انماط متعدده، بنحب نقول هيون بشكل سريع بما انه عم نفرجي اللعبه للناس للمشاهدين. بنقول لهم انه في نمط المهنه، في عنا نمط الاونلاين. بهذا النمط انت فيك تلعب مباريات مسجله حتى مثل دوريات او اي شيء، بتاخذ رانك يعني مثل رانك بالعاب ثانيه، وبتاخذ يعني خلينا نقول رتبه او مستوى معين بعالم الاونلاين. وفي عندك طبعا كوستم جيم تلعب مع اصدقائك، ان كان حتى فيها يمكن اللعبه تدعم سبليت سكرين، تلعبوا اثنيناتكم على الجهاز نفسه، او فيكم تلعبوها اونلاين عن طريق الستيم بتلزم اصدقائك. وهي الفكره حلوه كثير لو كانوا مجموعه يعني بيحبوا يلعبوا هاللعبه. وبنحب نذكر انه انا عم بلعب اللعبه على جهاز البي سي على الستيم. نعم، بالطريقه النظاميه، يعني انا شغال عني الماتش ميكينج تبع الكمبيوتر، ما بعرف الطرق الثانيه. انا دائما بحاول كل العابي تكون نظاميه. والكارير مود مفوت عليه مثل ما شايفين، في اربع انواع. في عندك الجوله العالميه، في عندك السباق الكبير خلينا نقول، او السباق الاكبر. وفي عنا سباق السرعه مثل هجوم السرعه مسمينه، وفي عنا مجرد سباق لخريطه واحده. هلا حنحط على السباق العالمي. مثل ما شايفين في مجموعه من الكؤوس، واضح تماما انه كلهم مسكرين. لازم تربح واحد لتفوت على اللي بعده. وفوق على اليمين راسمين لك نجمه فيها صفر، بعتقد هي النجمه بتجمع نجوم انت والنجوم باهلوك تطلع لسباق بعده الى اخره. حنفوت على اول سباق. طبعا في عنا كذا سباق، اولتين مفتوحين بس الثالث مسكر، بده نجمتين. بقى واضح انه انت بدك تربح هدول ولا تفتح اللي بعده الى اخره. تعال نبلش باول واحد. بالنسبة للصعوبة عندك A B أو C، Easy Medium و Hard. بعتقد أنا حروح على ال B لأني أول مرة بلعب اللعبة. إذا لقيناها كتير سهلة ممكن نروح على ال A، لقيناها صعبة منضل على ال B ننزل على ال C. خلينا نكتشف سوا، هاي أحلى شيء، خلينا نوصل للمشاهد إحساس أول مرة واحد عم بيلعب اللعبة. بالنسبة للطاقات تبع السيارات، على اليمين مكتوب اسم الكاركتر سونيك وليفل 1 وواحد، وتحته محطوطة السرعة ومواصفات السيارة بشكل عام. هي اللي وراي هي عبارة عن نجمة اسمها اول ستار، ما بنعرف هي شو بالضبط، هي مثل يعني السبيشال تبع اللعبة. بس نحن بعتقد السبيد هو اهم شيء يمكن، او اللفات يعني حسب. طبعا الكاركترات سونيك وتيلز، وعندك ايمي هي اللي تحتهم، هذول كلياتهم من نفس المسلسل او نفس الحكايه. وناكلز، هذا ناكلز كان شرير اول شيء، بعدين صار خير، بعدين صار صديقه، بعدين صار عدوه، يعني قصه طويله بينه وبين سونيك. بدك واحد يكون تابع السلسله. طبعا في عندنا السعادين اي، وعندنا ميمي، هذول اثنين من لعبه ثانيه. وفي العاب سيجا جمعتهم مع بعض يعني، بس هدول من لعبه ثانيه. وفي عندك بيت ما بعرف من اي لعبه بالضبط. في عندك رالف، هذا اللي انشهر كثير السنه هي او السنه الماضيه على ما اعتقد بفيلم، فيلم سينمائي كرتوني يعني لهالنوع من الكرتون هيك اللي بيجي 3D، افلام كرتوني. وفي عندك لعبه ولالا، ما بعرفها من اي لعبه بس شايفها. طبعا في عنا هذا الكاركتر، يعني بدك واحد قديم بقى ليتذكره، ما بعرف اذا عمل العاب جديده، بس هذا الكاركتر هو من لعبه كريزي تاكسي. اي لعبه كانت على جهاز دريم كاست اول مره نزلت، هو من سيجا جهاز قديم. في عندك اليكس كيت، ما بتذكر من شو بس بعرفه. كمان شوغن من شو، فوتبول مانجر، هذا مدير كرة قدم على اساس شوفوا الدواليب من جوا في كرات قدم. وطبعا تيم فورتريس لعبة مشهورة كثير قديمة على البلاي
بي سي كانت بالاساس، وهي كاركتر منها وطريقتها. ونهايه جنرال وينتر هذا بعتقد يا من كومباني اوف هيروز او باتل فيلد هيروز، يعني واحد من الاثنين هاد حاطينه كاركتر هيك. وطبعا كاركترات بالجمله مسكره مثل ما شايفين، بدك تفتحها عن طريق انك تنهي سباقات. تعالوا نبلش بالبطل الاساسي تبع الحكايه او اللي على اسمه اللعبه اللي هو سونيك، مع انه انا لابس ازرق وهو ازرق وحركات ولنشوف شو بيصير. طبعا اللي بعرفه او اللي اكتشفته انه الشيفت هو الانطلاق او البنزين، كنترول هو الاطلاق، والسبيس هو البريك، ولقدام تنطلق السياره او الشيفت تنطلق السياره. بدا السباق وانا العاشر حاطيني طبعا. لنشوف كيف حيصير هذا السباق. طبعا هاي الحكايه تبع اللفه هي بدك تحاول تستعمله كثير على ما اعتقد، هذا بكل العاب ماريو كارت اللي بعرفها اللعبه كان الواحد يستعمله كثير، بيعطيك مثل انطلاقات شيء. وهذا الصندوق بيعطي هديه بس روحته انا طبعا. انا ضربي وحطوا لي قتله. هلا مرتبة السابعه بالحالي، كان في طريقين مثل ما لاحظتوا، دائما في خيارات هاللعبه كثير. ناخذ الهديه ومعنا الشيء اسمه فاير وورد، ما بعرف شو بساوي. تعالوا نستعمله هيك وصبنا الاثنين سوا. يا سلام، ونحاول نطلق هيك، نطلق هيك، دوبلنا على الكل، اخذنا الهدية واخذنا هذا السلاح. قنبلة، لا نستعمل هذا السلاح الجديد تبعنا، انطلاق صاروخ. شوف شوف السرعة، لاب 2 انا المرتبة السابعة. ضربني قنبلة، يا الله شو بتكون القنابل. نحاول هيك، عندنا ريموت، هلا بستعمل ريموت بس بزاوية منيحة. انطلق هيك وريموت انطلق، يلا روح يا ريموت، روح يا ريموت. ناخذ هذا هيك، هذا تبع السرعة، خلينا ناخذه. انطلق هيك، يلا 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 يلا. اخذت الدولاب. عندنا قنبلتين، نحط اول قنبله هلا ونخلي الثانيه لقدام، هلا بنحط وحده. وانا بالترتيب الرابع حاليا، نحاول نعمل هيك اللفه هيك وننطلق. ضل هيك، ضل هيك، دول لفات عم بيعطونا بوستات ماشي حالها. وهيك نفس السرعه وفاينل لاب. تحولنا للفورم البحري. نعم، هي اول مرة نشوف الفورم البحري باللعبة، اول مرة اشوفه انا. وفاير ووركس، وبطلق الفاير ووركس. فاير ووركس شكلها ما بتلف. والله صبتها صبتها، نعم صبتها لهي المسابقة. بدنا ناكل الالغام، هدول بيعطونا السرعة على ما اعتقد. يلا 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 يلا، واخذنا هي السرعة. وتويستر، تعالوا نجربها نشوف شو بتعمل التويستر. ناخذ هي، ونطلق هيك، وهي ناخذها هيك، نقص السرعة. انا ترتيبي الثالث. نطلق هيك من هون، ناخذ الاول ستار. شو بتساوي الاول ستار؟ تحولنا للطيارة. نعم، للطيارة الهوائية. ويلا يلا 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 المرتبة الأولى. نعم 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 نعم، الله الله على الأول ستار، الله على الأول ستار. وفيرست بليس، نعم فيرست بليس بالترتيب الأول. يا سلام يا سلام، شو التشبيكة، منيح منيح، أداء مقبول بالنسبة لأول مرة نلعب اللعبة. وربحنا المستوى بي، بيعطونا نجمتين، حلو يعني مستوى جيد. بس طبعا ربحنا بصعوبة بالغة، بعتقد انا تصنيفي الشخصي. طبعا لك في بونس بيعطيك البلات على ما اعتقد. بس ليش بصعوبة بالغة؟ لانه هلا احنا ما ربحنا السباق غير باخر اخر يعني باخر منعطف، خلينا نقول كان والله سباق حماسي صعب. وهي طلعنا هالستيكرز او اللاصقات هذول شايفين. وطبعا نروح على كونتينيو، خلينا نجرب السباق اللي بعده نشوف شو. وطبعا هي الماوس، اذا حابب الواحد يحرك الماوس يختار الماوس. هنروح على الايفنت الجديده اسمها تنزر دراجون، نشوف شو وضعها. كمان هنضل على البي، بعتقد مستوانا بي مو اكثر من هيك. فينا طبعا نضل على سونيك، فينا نغير، بس في شغله يبدو انه في ليفل واحد، بعتقد انت اذا بضل على نفس السياره بتطلع فيها ليفلات او مستويات. ما بعرف، بس خلينا نشوف شو في سيارات. في سياره حلوه، المشكلة عم فكر نطلع بالمستويات بسيارة، لأنه إذا طلعنا بالمستويات بتقوى السيارة منيح لقدام. هي حلوة السيارة والله، غريبة هاي. شو هاي حلوة كمان، هذا الفوتبول مانجر يعني مسلي. تعالوا نجرب، بدنا نجرب الفوتبول مانجر، تعالوا نشوف كيف حيكون الوضع. الفوتبول مانجر، نعم مدير كرة القدم. مين هو هالمدير؟ مين هو هالمدير؟ ويلا يلا انطلق، لانه نشوف شو الوضع. 3 2 1 go. ننطلق وحاطين العشرين كالعاده. نشوف الفوتبول مانجر شو حيطلع معه.
والله شب كنت لقطه حلوه الفوتبول، هاي كريزي تاكسي قدامنا من دوتو بعد هيك مش عم تطرق. لا هي الكريزي تاكسي لا، وروحنا الهديه مطلقين في تنين، في تنين نعم، في واحد عم يضرب ثلج حاول دوبل هيك ناخذ النجمه منطلق في شغلات هلا. اوه لفه كثير صعبه والله، منيح ما عملنا اللفه منيح، كنا قتلنا ناخذ هي هيك تويستر ومطلقه تويستر انطلق يا اعصار، اعصار بينطلق بروح على هي بحاول نعمل هيك بروح بطريق يساري وما عم بقدر اتقدم كثير، سياره الفوتو مانجر مالها كثير سريعه على ما فاير ووركس ومنطلق هيك نضرب الفاير ووركس هيك باتجاه ناكلز بعدين نسقطه وناخذ هي كمان منطلق بنفس السرعه. ما بعرف شو يسار ولا يمين، يسار شايف انطلاقه تور تور بستعملها وحاول نضل. اوه رصيف رصيف نعم، ناخذ هي اللي بعدها ناخذ النجمه يا الله انطلاق انطلاق انطلاق. اوه في صاروخ جاي لعندي حاول اتفادى، اذا قدرت او ما قدرت اتفادى يا سلام على الصاروخ انطلق هيك. انا السابع لساعتني عم حاول قد ما فيني اعمل شيء، ولكن صعب الوضع صعب. ناخذ هالبومبج يلا نحطها قنبله اللفه الثانيه واحنا بالمرتبه السادسه، بس في قدامنا كثير والسياره ما شكلها كثير سريعه اللي معنا. نحاول نتعلم من اللفات هي يمكن نقدر نساوي شيء، عندنا هدايا كمان نضرب كثير ناخذ النجمه نطلع هيك. انا بالترتيب الخامس اوه اللفه صعبه كثير تجارة هاي. شو صار بالطريق تغير وحولنا لكرة. اوه يا سلام الريموت نطلق الريموت اوه اكلنا صاروخ بالعضل نحاول نطلق هيك وهي السرعة بدنا اياها كثير ناخذ الهدية وتويستر نطلق عاصفة لقدام وصلنا للمنقذ يا سلام على الاصابة مباشرة. نحاول ناخذ هيك ناخذ الهدية اللي هون ورول شوف شو بيعمل الوول هلا بس بدك تحط الزاوية من الحبتين نرمي هيك. اه هذا الوول شكله بيصد لنا صاروخ اذا كان ورانا هلا تعلمنا عليه. شو الطريق شو الطريق شو عم بصير؟ صرنا المرتبة التاسعة بسبب النزلة البطيئة اللي نزلناها ما في رحمة ابدا. نحاول ناخذ ان شاء الله يطلع لنا شيء منيح بوست يلا يا بوست. نحن بدنا بوستات كثير، نحن بدنا بوستات كثير بالهبل. نحاول نطلق هيك نعمل بوست يلا يلا نتحول للفورم العادي يلا يا كرة القدم يلا يا كورة يلا يا كورة وبوست انطلق البوست بنفس السرعة حاول نعمل شيء انطلق هيك. اوه ما اخذنا الهدية يا حرام وفاينل لاب نعم فاينل لاب انا بالمرتبة الخامسة كيف بدي لحق اوصل ما بعرف. اوه صاروخ صاروخ كثير قوي صاروخ كثير قوي هذا هو اللي بيعطينا السرعة القوية كثير انطلق. اوه صاروخ اوه طيران نعم طيران طيران يا الله طيران طيران وما بعرف شلون اتحكم بالطيارة نهائيا. لفوق بينزل لتحت ولتحت بينزل لفوق ونشوف كيف يكون التعامل مع الامور هاي. وشوف هيك تحرك هي هيك بالطريقة هي هاي شو اه لا هذا ما كثير انطلق هيك ونحاول بس نجيب هيك مع السرعة انطلق هيك كمان هيك. انا السادس صرت والله الطيران هو اللي دمر الطيران وايس 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 حاول سيب لي دامي صبته صبت واحد نعم ونحاول نعمل هيك انطلاقه يلا 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 لا 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 ما اقدر اساويها. او لا ما مو كمان صاروخ ما ناقصني صواريخ بنوب ما ناقصني صواريخ بنوب نحاول ننزل هيك صرنا التامنين نعم. الطيران صعب جدا الطيران صعب جدا وخيالي طيران خيالي. نحاول نعمل هيك ونطلق انطلاقة سريعة ونتحول لكرة القدم سوبر جامب ويلا يلا السابع كيف بدنا نساوي شيء معجزة بدنا معجزة كلياته قدامنا بس بدنا شيء سرعة تطلع سرعة تطلع نعم. اوه لا الثلج دمرني خلاص 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 فينشت يا الله والله صعب جدا هذا السباق صعب جدا وهذا الفوتبول اول ستار وضعه سيارته يعني مختلفه تماما عن سونيك. سونيك انا بعتقد كان اسرع بكثير فيل طبعا لازم نعيدها لهي السباق بس بعتقد انه هذا اللاعب يعني ما كثير قوي بس حطينا التراي بيحطوا لنا اياه نفسه من اه بدنا ما بدي اياه نفسه يلا بنجرب تحدي انه نربح فيه نفسه بس كان جعبالي غيره وبننطلق يلا يلا شوف شو حيصير
مش صعب جدا والله، يعني لعبه ما لها سهله نهائيا على البي. بعتقد بالدسي يعني اذا بدك تربحها كاول مبتدئ يعني طبعا. نضرب صاروخ يا سلام، شو صرنا ناخذ النجمه هي ونحاول ندوبل هيك ونطلق نبعد عليهم هيك. حلو هلا هذا الوضع اللي هلا هيك ماشي. نحاول هيك ونطلق هلا انا مرتبة خمسة وحط قنبلة ونطلق هيك وحط قنبلة كمان بعد تموتوا. صرنا اثنين على ما يبدو. نحاول نعمل هيك ناخذ هيك نضرب البوست وننطلق بأقصى سرعة. لا يا الله على هاللغم الفظيع اللي حصل. ننطلق بأقصى سرعة هيك روح يسار ولا يمين؟ هروح يسار. يسار كان أصعب المرة الماضية بس كان أحسن. هي هالكوع نفسه المرة الماضية صرنا أصعب. ننطلق هيك نحاول ناخذ كورة بالطريقة هاي. ننطلق بالكوربو نسحق بسرعة ونستعمل جهاز التوربو الصاروخ. بس الصاروخ بصيبه، فكرت اذا استعملته بهرب من الصاروخ بس شكلي ما حاهرب الصاروخ. وشايفين كريزي تاكسي قدامنا معه هدايا اضربوا الصاروخ هذا والله صدق. اوه حط لي قنبله يا الله شو لعيبه الله شو لعيبه. دراجون بيضرب قدامنا. تعال نحاول نكبر كوعنا شوي وننطلق هيك يعني شيء جميل وننطلق بنفس السرعه انطلاقه. يلا 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 يا سلام. بتحول للفورم المائي. نعم الفورم المائي بستعمل السرعه الخياليه. يلا 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 نحاول ناخذ هي. اوه اكلنا صاروخ كالعاده كالعاده. ناخذ هي فجله نحطها في صواريخ ناريه قدامنا نحاول نتفاداها. المرتبه السادسه نحن هلا كيف بدنا نوصل للاولى ما بعرف. طلعت هي ويلا يلا يا توربو 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 سريع. طبعا كالعادة ناخذ ضربة بنزل نروح لعند هذاك البوست الجاني اللي ما حدا راح يسلمنا. ونطلق هيك نحاول ناخذ كورة هيك وبنطلق. كل ما يطلع عندك توربو احمر انطلق. وحنروح على الفورم العادي بقى ويلا يلا ويصفر الحكم يا حكم يا الله. وفايف ستار بننطلق. شو حيصير؟ ننطلق بفورم الطيارة الأرضية ويلا يلا 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 اسرع اسرع ما عندك. بنضرب كرة يا الله جول ولا مو جول؟ وجول تاني وكرت احمر وكرت اصفر. يا سلام شكله هالسيارة جميلة جدا بتصير اول ستار. وفاير وركس بنضربها على هاد وبننطلق ونحن مرتبة ثانية. وهذا هاد اللي بدنا اياه وبننطلق بالفورم الجوي. هذا الفورم اللي كتير كان صعب المرة الماضية. وبننطلق بأقصى السرعة نحاول ناخذ الكوع هذا الخيالي وبننطلق. يا سلام على الحركات يا سلام يا جنجن. يلا 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 ما استطيع غير نقلز قدامنا. نحاول بس ننطلق لعنده بس اجى واحد كمان دخل على الخط. حط التوربو هاد نحاول نلحق اللي قدامنا مشان ياكل اللي قدامنا. صراحة بوست هذا يكون حيكون كثير مفيد. هلا نستعمل البوست وننطلق. ننطلق انه هذا البوست يمكن يكون هو كل شيء. هاي تحماية وانطلاقة. يلا 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 نلحق نقلز نلحق نقلز ما بعرف كيف. المرتبة الثانية نقلز انا المرتبة الثانية هو الأولى وانا منطلق بأقصى سرعة وما بدي حدا يضربني اي صاروخ هلا وينزع لي كل شيء. نعم ما بدنا شيء ينزع لنا كل شيء. تحول للفورم الأرضي. يلا شو الهدية شو الهدية وموقف. يلا بحط قنبلة وراي خليني ارتاح. حاول حط اعمل سرعة بوست ونعمل وحدة بوستين سريعة. يلا اعطينا هدية حلوة. نضرب صاروخ يا الله ضربنا صاروخ. نعم ضربنا صاروخ بس هو على قطع الخط. نعم بالمرتبة الثانية. حلوة حلوة حلوة. مرتبة كانت جيدة مو سيئة بنو يعني شكل لعبة فيها شوية حماس فيها كثير شغلات. ما بعرف اذا استمتعتوا فيها ولا لا. يعني انا شعب علي يسمع ارائكم حول اللعبة بالكومنتس. تقولوا انتوا بتحبوا هيك نوع سباقات ولا لا. طبعا انتوا شفتوا بشكله انه اخذنا هيك نقاط كتير. تعالوا شوف شو اخذنا. توكن اكس بي يعني خبرة. نحط continue بس بشكل عام نشوف فتح لنا شيء خريطة ثالثة.
شكله اذا بنكبس الزر بتفتح بنستعمل نجمتين لنفتح نفتح القفل هذا. حلو، معناتها خلينا نشوف شو اراء الناس والجماهير والمشاهدين بهاللعبة. بتمنى انه يكونوا استمتعوا بهالمقطع هذا، استمتعوا هيك نوع العاب. خلينا نشوف شو بيصير معنا، ممكن نكمل السلسلة هي، ممكن ما نكملها كتير، يعني ممكن نكمل بكم حلقة، بس هي استعراض لهاللعبة. وكان معكم عمر صاحب اي دي الوان جنجن وان، وبتمنى كتير انه تكونوا استمتعتوا فيها. الحلقة الجاية ان شاء الله بنشوف اذا كملنا فيها لهالسلسلة، بنعمل شوية سباقات تانية وبنجرب متسابقين تانيين. بشوفكم بحلقات قادمة ان شاء الله، ومع السلامة. ويا ريت ما تنسوا انه تنزلوا لتحت تكبسوا سبسكرايب لايك وشير وفيفوريت، تلحقونا فولو على التويتر ولايك على الفيسبوك، وتنشروا المقاطع، ونكون يعني ممنونين منكم كتير. ومع السلامة.